prizes for artistic and literary creativity. His generous contributions continue. واحدة من أجمل جميلات نسمع كلمة من المهندس نجيب ساويرس بعد إذنك. I'll just say three words in English and then I'll shift to Arabic because this is our language here. So I'm just here because I love cinema. I'm sure about that. That's the main reason. أنا عارف أنا جوي لينا عشان عارفين أنا بحب السينما وأنا غالبا في فيلم اسمه بحب السيما وفي طفل صغير كده كان هنيجي اتفرج على السينما أنا بالتالي أنا هو هذا الطفل يعني وأنا ما عنديش هواية في حياتي غير إن أنا أزوق من أي احتفالية وأي حاجة عشان أروح البيت وأتفرج على فيلم. فبشكركم على هذا التكريم ونبدأ طول عمرنا نحب السينما ونشجع السينما.